والحكاية من الأول بتذكر إن مدينة طيبة كانت هي التل المقدس أو الربوة المقدسة اللي اختار عليها الإله الأول إنه يخلق نفسه بنفسه. إن الربوة المقدسة دي كانت عند منطقة معبد هابو، والإله ده خلق بعد كده الذرية اللي قامت بخلق الأرض في الصباح. ولما الآلهة دول رحلوا للسماء وأجسادهم اتدفنت في البر الغربي، سابوا ليهم خليفة واحد وهو الإله أمون كاموت إف. والإله ده اتخذ مقر وسكن له من بدء الخليقة في المكان ده اللي هو معبد الأقصر، وده اللي بيعني أن الإله أمون كاموت إف اختار له ربوة في هذا المكان، وأن المكان ده هو معبد الأقصر. وعشان كده النصوص المصرية القديمة كانت بتعرف معبد الأقصر على أنه الربوة المقدسة أو التل المقدس الموجود منذ الأزل، واللي استقر عليه الإله أمون رع كاموت إف وهو إله معبد الأقصر. وعشان كده وقت عملية فك الأعمدة داخل معبد الأقصر لقيوا بقايا من الشقفات تحت الأعمدة دي من عصر الأسرة 22. وعلى الرغم أنها بتنسب نشأة معبد الأقصر لعصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة، لكن ما عندناش أي دليل أثري على صحة الكلام ده، وبرضه إحنا ما نعرفش أيام الدولة القديمة إيه كان موجود في المكان ده. وخلال عصر الدولة الوسطى لقيوا حوالين قدس الأقداس الرئيسي من الخلف مجموعة من موائد القرابين للملك سوبك حوتب من الأسرة 13، ده طبعا بالإضافة لعدد من موائد القرابين واللي بتعود لعصر الملك سنوسرت الثالث من الأسرة 12، وده دليل على وجود إنشاءات دينية كانت عند قدس الأقداس. وأيام الملك تحتمس الأول حضراتكم الأسرة 18، الملك ده قام بنهضة بعد فترة الهكسوس واللي كانت بإعادة بناء للمعابد، وعشان كده في احتمال بوجود إنشاءات له في المعبد، وده عشان الملك منحوتب الأول عمل بوابة في معبد الكرنك واللي بتواجه اتجاه الجنوب، بمعنى إنها بتواجه المسار بتاع معبد الأقصر، وده اللي بيثبت إن من أيام منحوتب الأول كان في إنشاءات هنا. واللي بيأكد صحة الكلام ده إنه لقينا استراحة للزورق المقدس بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر من أيام الملك منحوتب الثاني، وطبعا هنلاقي مناظر عيد الأوبت واللي بتوضح وجود معبد الأقصر خلال عصر الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث. وعشان كده هنلاقي نقوش اللي بتوضح زيارة الإله أمون بتاع الكرنك هو بيزور الإله أمون بتاع الأقصر. وطبقا لمناظر المقصورة الحمراء بتاعت حتشبسوت إن الموكب كان بيتوقف 6 مرات لغاية لما يوصل معبد الأقصر، وده اللي بيبين إنه كان في معبد بين المعبدين، لكن طبعا مفيش له أي أثر. لكن هنلاقي مقصورة لاستراحة الزورق المقدس من أيام الملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت، واللي هنلاقيه بعد من عد الصرح الأول على إيدنا اليمين للإله أمون والإله موت والإله خونسو. وفي عصر الأسرة 18 أيام الملك أمنحوتب الثالث واللي قام بإزالة المعبد من عصر الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث وما قبلهم تماما، وعمل بعد كده معبد جديد وهو المعبد الحالي واللي بيبدأ من قدس الأقداس لحد ما وصل لصلاة الـ 14 عمود، عشان احنا نعرف طبعا إن بناء المعبد بيتم بعمل قدس الأقداس الأول وبعد كده بيتم البناء حوله. وعمل جميع العناصر المعمارية المتعلقة بالمعبد وأهمها غرفة الولادة الإلهية، واللي بتعتبر الولادة الإلهية الوحيدة اللي بقي لحد دلوقتي في الشرق. وعلى نفس الخطأ السابق لمريت على أساس إن أمنحوتب الثالث كانت والدته موت إموايا وكانت ميتانية بنت الملك أرتتام الميتاني، وعشان كده هو ملهوش الحق في تولي العرش، راح ادعى بنوته للإله أمون في داخل المعبد ده. لكن في الواقع من أيام الأسرة الخامسة كان على كل ملك انه يرسم لنفسه ولادة إلهية، وكان بيعمل كده على أساس انه سيبعث في الآخرة مثل أوزوريس، فكان لابد تصوير نفسه وارث على العرش من إله، فهو مولود كده من إله ووارث من إله. وعشان كده هنلاقي ان طقوس الولادة الإلهية كانت بتتعمل لكل ملك من أيام الأسرة الخامسة تقريبا، واللي ذكرتها النصوص وصورتها المناظر. وخلال عصر الدولة الوسطى وجدنا إشارات الولادة الإلهية للملك أمنحات الأول وانه مولود من الإله رع. أما على الولادة الإلهية اللي في معبد الأقصر واللي ذكرت خطأ عن طريق مريت، فالقصة الحقيقية بتاعتها هي أن تحتمس الرابع حكم 11 سنة، وفي العام التاسع من حكمه تزوج بنت أرتتامة، بعد كده توفى واعتلى العرش من بعده ابنه أمنحوتب الثالث واللي كان عمره وقتها 20 سنة. وعشان كده هنلاقي أنه يستحيل أنه يكون أمنحوتب الثالث ابن بنت أرتتامة. وتاني حاجة أن موت إموايا دي ملكة مصرية مش بنت أرتتامة. أما عن بنت أرتتامة احنا ما نعرفش اسمها حتى الان، واللي قال ان بنت ارتتامة هي موت موايا هو اوجست مريت سنة 1858، واعتبر اغلب الناس ان الكلام ده قاعدة. ونكمل مع حضراتكم ان امنحوتب الرابع بدل مقصورة هنا، عشان زي ما الفيضان بيجي كل سنة والاله امون بتاع الكرنك بيجدد ملكيته على عرش الالهة كل سنة في المعبد ده، فكان لابد للملك انه يجدد ملكيته ونسبه للالهة في داخل هذا المعبد. وعشان كده بعد امنحوتب الثالث المعبد ده ما اتقفلش، وبالنسبة للولادة الإلهية هنلاقيها مستمرة
لحد ما لقينا الملكة حتشبسوت في معبدها بالدير البحري عاملة ولادة إلهية، وقالوا برضو خطأ هي بتعمل كده عشان هي واحدة ست وعاوزة تعتلي العرش. طب رمسيس الثاني عامل ولادة إلهية في معبد الرمسيون، وعامل برضو ولادة إلهية في معبد أبو سمبل، وفي معبد الإله خنس وجنوب الكرنك ولادة إلهية للملك رمسيس الثاني والثالث وحور محب ومرنم بتاح وششنق الأول والثاني وأوسر كوف، كل دول عاملين لأنفسهم ولادة إلهية. وعشان كده هنلاقي إنها أصبحت طقسة مقدسة في معابد الآلهة المصرية، واللي اتطورت وأصبح اسمها الماميزي في المعابد الدينية. بعد وفاة أمنحوتب الثالث جه الملك أخناتون، وفي الغالب إنه شيد معبد للإله آتون عشان عثر على بقايا كتل حجرية إلى شرق الصرح. ولحد ما وصلنا لأسرة 19 الملك سيت الأول هنلاقيه ما شيدش أي حاجة هنا في المعبد، لكن هنلاقي الملك رمسيس الثاني عمل تعديل مهم جدا، فهنلاقيه عمل صرحين رئيسيين وفناء الأعمدة الأول قبل صلة ال 14 عمود، وده عشان من أيامه أصبح عيد الأوبت من الأعياد الدينية الرئيسية، زي ما أصبح الطريق الواصل ما بين معبد الأقصر والكرنك من أيام أمنحوتب الثالث، واللي أصبح محدد بصفين من الكباش، فهنلاقيه هنا بشكل أبو الهول، أما في الكرنك بشكل كباش من أيام أمنحوتب الثالث عند بوابة الصرح العاشر، يتلاقى الطريقين وأصبحوا نطاق مقدس. وعشان كده هنلاقي من عصر الرعامسة إنهم وصلوا معبد الكرنك بمعبد الأقصر عن طريق عدد من الصروح وصلاة الأعمدة، لكن طبعا بعد كده حصل انهيار سياسي واقتصادي في الدولة، واللي أدى لتوقف معبد الأقصر على حاله، والمعبد فضل على وضعه ده لحد ما وصلنا للأسرة 25، واللي حصل خلال الفترة دي تطور للمعبد، وفي عصر الأسرة 27 مع دخول الفرس حصل تدمير للمعبد إلى درجة كبيرة، لكن أعيد إحياءه مرة تانية في عصر الأسرة 28، وفي عصر الأسرة 30 أيام الملك نختنبه الأول وجدنا إنه بيستبدل تماثيل طريق الكباش الوصلة بين طريق الأقصر والكرنك بتماثيل أبو الهول، واللي بتصور الملك الحاكم نفسه وهو برأس آدمي، واللي بتتقرب اللغة المصرية القديمة شكب عنخ، الصورة الحية أو الصورة الحقيقية للملك الحاكم. هنلاقيه بيصور الملك الحاكم وهو بيحمي الممر المقدس لمعبد الأقصر وهو طريق أبو الهول،